بسم الله الرحمن الرحيم. سأبدأ وياكم أخواني وأخواتي في المرحلة الرابعة لقسم علم الحياة، وضمن الموضوع الاختياري الذي يتضمن محاضرة في السمو الفطرية، والتي نتناول فيها تأثير الفطريات على المواد الغذائية سواء كانت خضر أو فواكه أو حبوب في المخزن، وخصوصا الفطريات التي تنتج المواد السمية. هل تؤثر الفطريات على المواد الغذائية في المخزن؟ قطعا تؤثر، وتسبب هذه الفطريات وكذلك البكتيريا وغيرها من السببات المرضية أمراضا للمواد الغذائية ومحاصيل الحبوب والفواكه والخضر، وبالذات في المخزن، أي بعد مرحلة الجني أو مرحلة الحصاد، جني الثمار والخضر ومرحلة الحصاد بالنسبة للحبوب. الحبوب اللي نقصد بها الحبوب، يعني حبوب محاصيل اقتصادية، الذرة، القمح، الشعير إلى آخره. هنا ستتعرض هذه المحاصيل لنوعين من الطفيليات. أرجو الانتباه يا طلاب، عندي طفيليات أولية وطفيليات ثانوية، وهي في الحالتين يعني تتواجد على هذه المنتجات المخزونة. الطفيليات الأولى ستكون إجبارية، ستكون إجبارية التطفل، والفطريات الثانية ستكون مترممة. هذه تهاجم الأنسجة الحية، وهذه تهاجم وتتغذى على الأنسجة العضوية المتحللة. أين تهاجم؟ تهاجم في المخزن. هذه النقطة الأولى، أنه هذه المواد اللي تكلمنا عنها تتعرض لنوع من الهجوم. أول مرة الفطريات الإجبارية، ثم الفطريات الترممية اللي تعيش على المواد العضوية المتحللة. طيب، هل تتعفن أو يعني تتعرض الفاكهة أو الخضر أو الحبوب للتلف بفعل هذه الفطريات وهي في المخزن، يعني في مرحلة ما بعد الحصاد؟ نعم، الفطريات من أهم وأكثر المسببات المرضية التي تحدث تلوثا وتعفنا للمواد الغذائية ومحاصيل الحبوب والخضر، وهذه كنا نلاحظها يوميا في بيوتنا. مواد الغذاء تتعفن، مواد المخزونة تتعفن وبرائحة كريهة، تتسبب بفعل من؟ بسبب فطريات العفان اللي سميت سلايم مولد أو المولد العفان. طيب، من هذه الفطريات عدة أجناس، سواء كان جنس بنسيليوم أو جنس فيوزيريوم، سكلوروشيا، سكلوروتينا أو ألترنيريا أو باترايس. طيب، هذه الأجناس تضم عدة أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع له صفة وله طريقة في إصابة المحصول أولا ثم التعفن ثانيا. سنتناول بالتفصيل أو بشيء بالتفصيل أنواع الفطريات التابعة للجنس بنسيليوم. يا شباب، الأنواع التابعة للجنس بنسيليوم، بماذا تتميز هذه الفطريات؟ أولا إجبارية، بس بنيا نوع إجبارية الترمم. يضم هذا الجنس بحدود 200 نوع، وتسبب أنواعه تعفن للمعدات والأجهزة العلمية في بعض الأحيان، وكذلك تسبب تعفن الجلود المخزنة في جو رطب. يعني بالإضافة للمحاصيل المهمة الاقتصادية والمواد الغذائية التي تهم الإنسان، فهي أيضا تأثر على معداته ومحتوياته. ماذا تسبب أنواع الجنس التابعة للأنواع الفطرية التابعة للجنس بنسيليوم؟ تسبب نوعين من العفان، أحدهما يسمى بلوتروت والآخر يسمى غرين روت. البلو روت هو أزرق والغرين هو الأخضر. إذن ما هي الأنواع التي يسببها الفطر أو أنواع الفطر بنسيليوم؟ نوعين من العفن، قد يكون أزرق وقد يكون أخضر. ماذا تسمى؟ بنسيليوم روت، تسمى بنسيليوم روت، أعفان بنسيليوم. لكن أرجو الانتباه إلى هذا الرقم، هذه الأنواع تتسبب بحدود 90% من التلف للمواد الغذائية ومحاصيل الحبوب والفواكه والخضر في مرحلة ما بعد، أي في مرحلة الخزن، أي في مرحلة الخزن، وقد يحدث أثناء النقل وخلال نقل المواد للمخازن. أيضا تؤثر هذه الفطريات وتسبب التلف والضرر لهذه المواد، وقد تؤثر على هذه المواد وهي في الأسواق، وهي في الأسواق مثل ما نلاحظ الآن في الثمار أو الخضر بشكل واضح تماما. إذن تؤثر إما بالمخزن أو خلال النقل، أو تؤثر في الأسواق على هذه المواد بمختلف المسوكات غذائية أو خضر أو فواكه أو حبوب مخزنة. تدخل أنواع الفطر
ابتداء إلى أن تسجل العوائل عن أي طريق تدخل هذه الفطريات. إذا كانت هذه الثمار أو الخضرة أو الفواكه بها جروح أو خدوش، أما الحبوب فبها تكسر، بها تكسر يعني جزء منها تعرض للكسر بفعل ضرر ميكانيكي أو فيزيائي، أو من خلال عدسات أو متعرض العيون موجع الثمار أو النقطة بس تبولي هذا. وهاي نلاحظها يوميا في الأسواق، الثمار المصابة تلامس الثمار السليمة وبالتالي تنتقل إليها الإصابة. إذا كيف يدخل الفطر؟ أنواع الفطر بنسيليوم للأنسجة، إما إذا كانت هذه الأنسجة أنسجة العائلة المضيفة لها فواكه أو خضر أو حبوب عن طريق الجروح الموجودة في الخضر والفواكه، أو عن طريق الخدوش أو التكسرات الموجودة في الحبوب، أو عن طريق العديسات، أو من خلال ملامسة المصاب للسليم. طيب، هل هناك أعراض للإصابة بأنواع الفطر بنسيليوم؟ قطعا أكو أعراض. أولا وهذا من أشد الملاحظات، أن وجود هذه القطرات المائية الصغيرة تعرف بالبقع المائية على الفواكه أو الخضر والحبوب. ما يميز هذه البقعة المائية أو القطل يعني قطيرة الماء أنه تبدأ بالتعمق في نسيج المضيف العائل سواء خضر أو فواكه أو حبوب، بسرعة تتعمق في داخل الأنسجة خصوصا عندما تكون درجة الحرارة ملائمة. طيب، النقطة الثانية والأهم أنه يتحلل الجزء الخاضع لهذه البقعة المائية خلال أيام. هنا راح ينمو العفو الأبيض اللي هو ناتج عن أنواع الفطر بنسيليوم. أين ينمو؟ على سطح الماء. بالضبط أين يكون مكانه؟ بالقرب من هذه البقعة أو القطيرة المائية. إذا النقطة الأولى هو وجود هذه البقع أو القطرات المائية الصغيرة. اثنين، هذه تبدأ فيما معناه أنها تكون غائرة في جسم الثمرة أو الخضر. تتحلل أجزاء الفاكهة أو الخضر بالضبط خلال بضعة أيام. العفن هذا اللي هو الأنواع الفطر بنسيليوم تنمو على سطح المواد المخزنة وبالذات بالقرب من مركز هذه البقعة والقطيرة المائية. متى يبدأ الفطر بإنتاج سبوراته؟ يبدأ الفطر عند النمو في بالقرب من مركزه، ثم يكون الخيوط في ظروف الخزن الملائمة لنمو هذا الفطر، لأن هو أصلا بدأ في النمو بالقرب من مركز القطيرة المائية وما سميناها بالبقعة المائية. وهنا ستظهر يعني كراهة العفن، التعفن للثمار سيظهر رائحة كريهة عفنة ناتجة عن الإصابة بأنواع الجنس بنسيليوم. هذا في الظروف عندما توجد البقعة المائية. إذا كانت الظروف جافة فهذه الخضرة الفواكه، وهذه الملاحظة كل يعني غالبية المجتمع شايفة بغض النظر عن يدرس أو ما يدرس، هاي راح تتحول إلى ما نسميها مومفايد. مومفايد لو تأخذوها بالترجمة الحرفية تعني مومياء الأمير، وتعني مومي وتعني الأم، لكن هي في الغالب كلمة مومي أي جمعها موميز تعني المومياء يعني الجسم المحنط، تستخدم مع التحنيط. طيب، إذا في الظروف الجافة تتحول إلى مومياء يعني جسم متجعد صلب. في الظروف المائية راح تظهر لي رائحة التعفن الكريهة. إذا كانت الظروف رطبة ستنكمش الفاكهة، ها انكبشت. طيب، عندما تكون ظروف رطبة وانكمشت الفاكهة ستهاجم من قبل الفطريات الثانوية أو الخمائر وتتحول إلى كتلة طرية، وهذه الملاحظة يلاحظها جميع من يدخل السوق ليشتري الفاكهة والخضر. سيجد الفاكهة والخضر مصابة طرية لينة جدا جدا جدا. إذا عندي ثلاثة أنواع من الإصابات، إذا كانت بالقرب من البقعة المائية، أو إذا كانت الظروف البائسة تتحول إلى مومياء يعني جسم الفاكهة جسمها صلب متجعد، إذا كانت رطبة الظروف البيئية رطبة ستنكمش هذه الفواكه ثم تهاجمها الفطريات الثانوية اللي قلنا هي مترممة أو سواء كانت فطريات أو خمار، ثم تتحول بعد ذلك هذه المادة سواء كانت فاكهة أو خضر إلى كتلة أو ثمرة أو خضر طري رطب. هل هناك عوامل تساعد على حدوث الإصابة بأنواع الفطر البنسيليوم؟ قطعا أكو عوامل. أولها الأضرار الميكانيكية يا شباب، الأضرار الميكانيكية يعني كل ما يحدث على قشرة الفاكهة أو الثمرة أو الحبوب المحاصيل المخزونة. النقطة الثانية، قد يتعمد البعض بجني الفواكه أو الحبوب في الجو الرطب اللي قلنا هو سبب انكماش وإصابتها بالفطريات المهاجمة الثانوية ثم تحولها كتلة رطبة، يعني خلال مثلا
وقت المطر يتم جنيها، وبالتالي ستكون نسبة الرطوبة معها عالية، أو أنه تكون حرارة مرتفعة نسبيا، والسبب لأنه تم جني هذه المحاصيل متى يا شباب؟ يا شباب متى ترتفع درجة الحرارة نسبيا؟ ترتفع في المخزن نسبيا، وهذا سندرسه بسبب زيادة معدل التنفس. قد يستمر الفطر في نشاطه ببطء حتى لو كانت درجة الحرارة واطية صفر مئوي، وهذا اللحظة تماما في الفطر بنسيا. إذا تعرضت الثمار أو الفاكهة للحبوب الميكانيكية ستصاب بنوع الفطر. إذا جنينا هذه الفاكهة قبل في أجواء رطبة، خصوصا لما تكون مطرة، سيساعد على إيصالها، أو أن ترتفع في المخزن درجة الحرارة نسبيا بسبب سوء التهوية. وقد يستمر الفطر بالنشاط بشكل بطيء جدا 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 في المخزن أو المخازن المورد حتى لو كانت درجة الحرارة صفر مئوي. النقطة الأخرى، قد يتأخر نقل هذه المحاصيل للمخازن أو المخازن الباردة، أو أنه يتم خزينها في نهاية الموسم، وبالتالي ستكون هذه في حد ذاتها ذات درجة حرارة عالية قليلا، يعني دافئة، مما تسبب إصابة بأنواع الفطر بنسيليوم. الهواء الرطب الدافئ على العموم شيء يعني يشجع الفطر على النمو، على العكس تماما من الهواء الجاف البارد الذي لا يساعد على ظهور سطح الفطر. انتبهوا لهذه الملاحظة، إذا كان الهواء دافئا رطبا يشجع نمو الفطر السطحي، يعني ينمو على سطح الفاكهة أو الخضر أو الحبة. طيب إذا كان الهواء جافا باردا فلا يساعد على ظهور نمو سطح الفطر حتى لو كانت فاكهة أو خضر متحللة كليا، وهذا ما نبتغيه. طيب هل هناك أضرار تسببها الأنواع التابعة للجنس بنسيليوم عندما تصل للفاكهة أو الخضر أو الثمار؟ طبعا، أول ضرر أنه تنتج الأثيلين. أين ينتج؟ في أوعية التخزين، يعني الصناديق أو العلب اللي توجد فيها المواد الغذائية أو الخضر أو الفواكه. طيب، أو في المخزن اللي تتواجد فيه المحاصيل أو هذه الخضر والفواكه. بالتالي هذا الأثيلين ماذا يساعد؟ بس انتبهوا لي على هذه الجملة يا شباب. يزيد من معدل تنفس الفاكهة أو الخضر أو الحبوب. ماذا يسبب هذا؟ إذا وجد الأثيلين وزاد معدل التنفس، يسبب تلون هذه المخزونات وسرعة نضوجها وشيخوختها، يعني تصبح وكأنها قديمة كبيرة في العمر، وبالتالي ستقل مدة تنخفض مدة تخزين هذه المواد. لكن النقطة الأهم والأخطر واللي يهمنا اليوم هو أن هذا أنواع الفطريات تابعة ماذا تنتج؟ السمباتيولين، وبالتالي أصبحت هذه المواد المخزنة مسممة بسموم فطرية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.